قوم نجبتها من تيت من الدينار لحد جاي من قبل وزاته. ما كان يقول يغير اسم دارفور، ما وقت ده ما خليه كان وينهم. لا ما الجنجوي تلقى ما داري اسم دارفور ده، لانه بعد فيه ناس يا اخي جنجوي ده انا بنبلهم، بس زمنهم جاي وصارين ناس بس صامتين، لكن يوما خشينا في الارض نتلي سليم مره واحده، بلا 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 جنجوي بلا مني بلا اي زفت اي تيرا لا في هناك. انا ما بيعرف الا جبل النوبه، بس ما بيعرف الا جبل النوبه كو ده اسمع اسمع جبل النوبه دلين، ما انا ما بعرف اي حدود ثاني. انا ما ادري اقول لك، ان احنا العرب الموجودين في دارفور ديل هم ما موجودين، ديل ما مواطنين، اوكي ديل مواطنين، لكن انت عارف المشكله بقى وين؟ المشكله الكبير في القيادات بتاع دارفور ديل، هم ذاته بيجيبوا البلاوي، ها هم ذاته سبب المشكله، ما هذه المشكله ذاته يا هم ذاته سبب المشكله، ما ناخذها بالمنطق، هم سبب المشكله. انت عارف بس من اللي عملوا ده، انت عارف بالنسبه العشيره بتاعه ذاته مستغرب في الكلام ده ذات اصلا، لانه الليل النادي شاف اكيد طبعا 18 سنه 18 سنه شاس. انت بسال نفسك شلت السلاح اللي شنو وعشان منو؟ ما السؤال بيطرح نفسه، ما نكون بالمنطق. صح. هسي في ماسكر كلمة ده، انا لما كنت قاعد 2010 في ماسكر كلمة في زقاوة في اي قبيلة موجودين، لكن مني عمل كم سلام، يوم ما جاب ما دخل كرة في كلمة، ولا دخل كرة في حمدية ولا في ابشو. ما كان لو كان رايح ما خليه يجي، خليه يقول انا عملت السلام، خليه يجي. نعم اوكي بعدين اسمع، في حاجة بتاع مصلحة. نعم اي حاجه فيه مصلحه ما اصلا ما تم. ما بنجح في فرق بين زول بعمل يس في زول في ما بنجح في طريقه، انه مثلا لو انتم تيمان في الام او في الاب تيمان، وزول واحد بعمل قدير بتاع البيت كله، وفي زول بعمل قدير بتاع نفرين، يا معناه في فرق، يا في فرق. ما شوف انا بقول لك حاجه، يلا هسي المعارضه لما قامت باسم تروبرو قام تغير نظام عامه حكومه السودان، ده واحد. هو هسي عمل كم سلام وما حقق ولا ما حل مشكله بيت واحد. يا يس هسي لما الناس عدوا فرصه الاتفاقيه اللي مش عملوا في جوبا، هو اسيا عنده مسؤوليه بتاع دارفور بتاع اقليم دارفور. هو ما مشكله، ما عنده مبدا وما عنده دستور كيف يحكم السودان، كيف يحكم منطقه. يس وزود دستور، ما عنده دستور شنو؟ ما عنده. كلامك صح، كلامك بعدين ما عنده. خلاص معناته في مصالح، معناته في مصلحه، ما في مصالح وفي اجندات جايه من المركز، في اجندات جايه من المركز. اكيد طبعا يس اكيد. ده هو المشكله حسي حاليا، ان السودانيين عامه ما هيفهموا. اول بالاول الدوله ما فوق الدستور، والدوله ما فوق الديمقراطيه، دوله ما فوق قانون بما يسمي القانون. كويس، كيف يتم هنا انتخابات وهنا في ناس في هرب، وكيف يتم اتفاق السلام وفي ناس هنا في هرب وفي ناس في الكام في الماسكرات، كيف ده شنو ده؟ ما انا ما فاهم ذاته في شنو. عين واحد قال ليه عاملينه كده؟ واحد من الارزقيه جه قال موسى هلال ما مطلوب للمحكمه الجنائيه. يا اخي موسى هلال قول له هو ذاته مكان رقاصه، قول له هو ذاته مطلوب يا زفت، قول له هو ذاته مطلوب. عفن اوكي انا بدخلك تاني شكرا اخر الله، بدخلك تاني دخل الشباب اللي قدموا دعوات دي. هاي تمام يا زول، اي جلاد غلي شي بتركته وين؟ اوكي يا شباب، شاكر ده جميل، كنا كان معانا في اللايف الجميل، لانه انا قلت له بدخلك اول زول بعد ذاك، وحسي حندق بعد اللايف ده ان شاء الله بنختم به اللايف ان شاء الله باذن الله، بعد ما نخلي النادي يكون كلها متداخله، الناس اللي قدمت الدعوه دي كلها نقوم نقبل دعواتها. مبارك، انا قبلت دعوتك مرتين يا مبارك، انت ما بتقبل دعوه، انا ما اعرف مبارك عثمان، انا مديك الكاميرا وانت هناك ما بتقبل، انا ما قادر افهم معاك. استاذ يعقوب مساء الخير يا مبارك، ما اديتك دعوه مرتين، انا ما اعرفك انت ما قبلان ولا شنو ولا كاميرتك ما لا كنت الزمن ده خليت التليفون جوا وكنت برا. اوكي تفضل يا مبارك، تفضل رسالتك، وصل رسالتك. ب...
باي طبعا استاذ كلامك يعني صح في ميلو. اولا موسى هلال هو اللي بدات اباده جماعيه في دارفور والاختلاف. نعم وما في داعي هو ثاني حيبقى نائب اقليم دارفور يعني لا هو لا مني مني. اولا هو انسان بوكو ذاته ما عنده جهه. والله يا مبارك انا اقول لك اول هو كزول تشادي مبارك انا اقول لك يعني الواحد يعني ليه ثلاثة سنة أنا هنا بنتكلم لكن شفت القيادات بتاعتنا بتاعنا الحركة كفاءة المسلحة تسأل جو ديل دارين سكتونا خالص أوكي ديل دارين سكتونا خالص ما أنا أقول لك وأنا أكون واضح ديل دارين سكتونا خالص لأنه الحاجة اللي كنا بنعمله ضد النظام الصفر من 56 حسي القيادات بتاعتنا ديل جو بيجوا معاهم وبنفذوا أجنداتهم ذاته فينا نحن ده ماشي الكعب يا نفس الاثنين نفس الاثنين جنيه ما يتخير شيء زي وزي حكم البشير كان الالي عثمان ما مطاع القرار بيده والبشير حينفذ نفس الاثنين جنيه مشكلة مني مشكلة مني ما موسى هلال كان نفس الاثنين جنيه ما زار الشيء يعني انت ما تقدر تتكلم انا ما اقول لك حاجه يعني ما تعرف تبدا من وين ولا تقول وين ولا تقول شنو انت عارف يا مبارك يعني مني ده نعم لك يعني نكون واضحين يعني حاجه مفر له ما في الزول ده بيختاروا ما في مفر يا اسمع ما اجندات ده يا مبارك اجندات ده بتاع جنجويد ده وحيدين الناس الارض وجنايبه ده وبتعمل اجندات ما بينفع معادله هيتم كيف ناس الارض نكون غضبانين منك انت كيف تتعامل كيف ما نفس ما تقدر تتعامل يا نفس الاثنين ما خير يا ما الكلام ده صعب ما الكلام ده صعب يا مبارك ما نكون واضحين ما نكون ما الكلام ده صعب الكلام ده صح الكلام صعب كلمة صعب منه بسيط زول كتر الناس والشعب يرجع الشعب يرجع حيتوعي الشعب يرجع ثاني حيتوعي من جديد يا اخي ده معادل بتحكي هي اللي عارف الليله المواطن الدارفوري ده معانا وتعب اتشرد ومات وقاعد في المعسكرات ولحد تعبان وميت ومن ناس معينين وناس حيين ما وصلهم المحكمه الجنائيه وحس حاليا الزول قتلهم وشردهم وقعدوا في المعسكرات واغتصب غراءهم وشرد واغتصب نسائهم جاب نائب الحاكم المعادله بيتم كيف؟ دي المشكله الكبيره ما تكون واضحين نحن زاد اختراعنا مع الشعب كل لازم اختراع حقيقيه انت عارف الناس دي كان ما واعيين انتوا كان ما واعيين بتكرهوا المله بتاع مني ده لكن المله بتاع مني ما عمل حاجه ده مني في نفسه انت عارف مني في نفسه من المله بتاعه يا اخي احنا دايرين زول يودي بلد بر الامان شباب كان مع مني دين الشايلين سلاح 18 سنه لو بتتذكر انا قلت مني ده بقتلوا ناس اولادنا بنكروا زراد دين لو متابع لايف فاتي النادي وقت كانوا في الحديقه الدوليه انا قلت لهم مني ده بقتلوا ناس دين لانه اللي بيعملوا مني ده ما بيواكب مع الاولاد مع ركوب بتاع كروز زراد ده الاولاد دي ركبوا كروزرات من نفسهم عشان يحموا عارضهم ويحموا وطنهم لكن مني البعض فيهم ما بواكب معاهم يا قريبي ما بواكب معاهم دخل جدا مني مع مصلحه مني تبع مصالح يا اخي انا ابيع القوم ده كله عشان مصلحه لنفسه عشان كل الناس مصلحه لنفسه لا يمكن يا قريبي لا يمكن انا ما بعمل الكلام ده حتى كان بدوني ده اقول لك حاجه يعني حتى كان بدوني الاملاك يعني دين اكبر رئيس الدوله في رئيس الدولة في السودان انا ببيع اهل دارفور بالطريقه ده ناس عنده شردوا يا اخي في موت يا قريبي في موت يا قريبي بس ناخذها بالانسانيه في موت يا قريبي في نسوان اغتصبوا شردوا في نسوان في رجال في نسوان فقدوا رجالهم في اطفال فقدوا ابهاتهم انا ببيع الناس ده كيف؟ بكون وين انا؟ بكون وين يا قريبي؟ ابسط شيء تعلق ده فيهم مرمت ابو سعيد ما ده هو الخطر انسان قبل يوم ابد اباده جماعيه من 2002 ولا زارت انت عارف ممكن يوم الليله انسان ده يوم الليله يجي من السجن مباشر يركب نائب الرئاسه على الاقل هذا القرار ده يغل ولا شنو مريم الصالح كان قالت له داير يودوا له هاي ناس هاي رفضوا هسه راكب نائب الرئاسه يعني ده كلام ده بيجي معناته انا يوم داكس في اللايف الفات سعد قلت مزيدا من السلاح انا قلت مزيدا من السلاح ومزيدا من التشريد ومزيدا من السلاح ومزيدا من التشريد ومزيدا من كده حسي كل مواطن دارفور جاهز نفسه
لازم ياخذ حقه بيده. ده انتقام، كلامك صح يا محي الدين، ده انتقام، ده انتقام. وبارك الله يا زاد امر الدوله، دوله الجنجويد. ها ولاد بدر الجنجويد ودار اسمه زاد دار السلام عشان يكون بالحبه. ها والزغاوه. ها لا اسمع، ما داري اقول لك حاجه، انا ما بنقول زغاوه، انا بنقول مني في نفسه زغاوه. ما عندهم ذنب، ما عندهم ذنب، بكون معك واضح. هم ما عندهم، لانه زغاوه ما قالوا مني امشي اخليك الحاكم. قال الكلام ده منو؟ ديل الحكومه في المركز. انا هنا مع اهل ما بقى، انا هنا الزول ده ما بنحاسب باهله، اهله ما بنشيله الكلام ده، بنشيل الزول ده مشكلته في نفسه. الكلام اللي عمله ده عمله لكل دارفورين، لزغاوه، للقبائل، كل القبائل. الكلام اللي بيعمله ده عمله لكل القبائل، ما عمله للناس معينين يا قريبي. وبارك الله فيك، ونشوف زول ثاني. تسلم تسلم كثير يا حبيبي. الله يسلمك. اوكي ندخل زول يا شباب. هوي زول بيقول مني ده عمل الكلام ده لزغاوه، لا لا مني ده عمل حاجه ده برجع له. الناس الثانيه ما بنحاسبهم بالكلام ده. ادخل الناس الثانيين دي يا شباب. محمد خشه اوكي، وشوف الطاهر بكر وليش الطاهر الطاهر بابكر عبد الماجد هاشم. تفضل يا طاهر. والله فعلا يا محي الدين غياضتنا ضدنا. تفضل يا طاهر. مرحبا يا يعقوب، كيف؟ كويس يا اخي، اخبارك؟ تفضل. ان شاء الله كويس يا اخي، طولنا عليك. يا شير يا شباب عشان نسمع طاير. شير يا شباب. يلا اسمع. يلا في يا جماعه، في نقاط كثير، في نقاط كثير والله. شفتها كانوا كنا شفتها اخر حاجه مره ما وقفنا، كان بتاع المهمه الحاصل بتاع برنامج جنجويد وبورانا يا هو قتل بتاع اسمه، قلت كان اخر رئيس هيكون افريقيا هو ادريس ديبي وكده، والله يرحمه يعني. خلاص برضو شفتها اختالوا بطريقه برضو عشوائيه كده، والمهمه الحاصل وانت شفته. نعم نعم نعم. يلا في 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 حاجات، في حاجات مره هسه علينا اكثر من كده. انت عارف لما دار دي الناس يعملوا اغليم موحد ويعملوا حاكم له اسمه مني وطوالي ويجيبوا بوراو يعني قائد بتاع ميليشيات زي بتاع جنجوي دي، لان انت عارف انا مسهلال وكده لهم، يلا مزيد من القتل والتدمير، وده دايرين يعملوا يقسموا البلد. وانا اول حاجه ده تقسيم يا جماعه، ده تقسيم بطريقه كده، بطريقه غير نايمه. يعني لما يقولوا يا اخي والله الحكام بتاع المنطقه يا اخي جو حكموا وكده، المهم والصراع لسه مستمر، معناته يا اخي البلد ده يا اخي يعني ما دايرين. نعم. ابناء شمال، عشان ابناء شمال ده يقوموا والله يا اخي انتوا حاكمين بلدكم بانفسكم وقاعدين تتشاكلوا، معناته يعني ده دايرين نعملوا تقرير مصير وحاجات زي. يس كلامك. يلا ده النقطه اللي بودونا له. واول حاجه انت عارف لا 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 النائب بتاع اسمه النائب بتاع موسى هلال ده لدارفور، الحاجه ده كلام ما موجه لدارفوري، ما ضد دارفوري مباشره عشان انا نكون واضحين. يلا ده موجه لحميدتي بالتحديد. انت لو شفت اول امبارح لما حميدتي ده اسمه موسى هلال مشى عمل علاقه مع برهان، سلم برهان وكده وخلاص يا اخي، والبرهان طلع بدعم في الجيش فقط بدون ما يذكر دعم سريع، معناته يلا من هنا نعرف في 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 في, في حاجات حصلت. نعم. في 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 اتفاقيات. نعم. والدعم السري يلا هو متخوف من جيش يلا لا 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 المني ومسهلال دي عملوا تحالف، لما زول ده طلع طوالي من مني كان مشى سلموا وخلاص واتفقوا على عشان شنو؟ عشان يحكموا دارفور، وهم كل منهم جنود في شنو في ليبيا. يس. وهسه يلا لا لا الدعم السري انت لو شفته وكلهم جو واقفين حدود الليبيا ده، ماسكين الحدود الليبيا هنا بتاع اتجاه كفرة وبنا اتجاه اسمه اتجاه المناطق اللي بتاع اتجاه فاشر ده، ماسكينه يعني خايفين من شنو؟ yeah. من قوات بتاع شنو؟ من قوات بتاع موسى هلال وقوات بتاع الزول الثاني ده. yeah. قوات بتاع موسى هلال وقوات بتاع مني. اوكي. يعني والله يا اخي اسمعني، السيناريو الجاي ده يا اخي جاي كعب مره واحد، الجاي ده اسوء يعني. والله انا بنقول لاول حاجه، انا مشكلتنا اول ما حاجه دي للناس، اول حاجه شفتها في ازمه بتاع اللغه. اول حاجه انت عارف انا داير نكون واضح. اول حاجه انا لو داير انت تواجه الميليشيات وتواجه الجنجويد لازم تكون عندك كلمه بديله ولغه بديله، لانه يعني انا لما نجي نتفاهم زي هسه اخويا الجبيل ده قاعد بقول والله ده مشكله من زغاوه، زغاوه ده ما عملوا جريمه. اذا كان مني مجرم الزغاوي ما مجرم. ايوه عشان انا يكون واضح معي، لانه الليله ده انا زغاوه ديل اخواني وزملاني واصدقائي وقاعدين ما مسوي ما عملوا حاجه. اسمع كلامي. يلا معي. اسمع. لكن ده شنو؟ انا ما اقول لك. يلا انا معك في الكلام ده. يلا ده
اي ماك شفت الناس دي كلهم القيادات دي كلهم ما في زول بيحملهم محمل قبائل ما في زول بيحمل القبائل بتاعهم غلط بتاعهم القبائل أيوة تحمل القادة دي تحملوا الغلط اللي بيعملوه هم قبائل ده تعمر لكل زول ايوه yes. ايوه نعم يلا انينا دايرين زي الناس يكونوا وايا زي انا لما كان ناغت مذكر لما ناغت اتفاقيه السلام وناغت عبد الواحد وناغت الحاجات ده كله مش كان ناغت قلت يا اخي الشاده غلط اول حاجه الحمايه وكده كان ما كنا متوقعين عشان يحصل الكوارث بتاع الجنينه وكده لانه قلت له ما ممكن الناس يموتوا ويقول في تفاوض ماشي وسلام جوبا وكده ما نحتفل انا زول الوحيد ما احتفلت بسلام ولا بيحتفل به ليه لانه يعني اول حاجه السيناريو وكان مذكر يلا قلت يا اخي يا جماعه انا قلت يعني السؤال سالته لعبد العزيز الهلو وقلت له يا اخي عبد العزيز الهلو الناس دي انت ممكن ما تيجي تقدم المانيه على الاول حاجه لانه الناس دي قال بومنوا بالقبيله وبومنوا بالدين شايف حميدتي ده انت عارف بمشي للرجال الصوفيه وللعشائر وقبائل ده نفس السيناريو بتاع البشير الامل وكان يا هو كان بحكم به الدوله وانت لو شفت مصاحف في مصاحف اتنشرت انت لو شفت في مصاحف اتنشرت مكتوب له تبرع من الدعم انا قبل شويه ما نشرته قبل شوية نشرته هذا لو تعنى أنا ورق لو هذا لو يلا أيوة يلا ده دليل يلا ده شنو يعني أنه باعتبارنا يلا عين في بلد زي ده يلا ما ممكن انت الليله تقول لك مستحيل انت عارف في تركيبه بتاع الدوله السودانيه زي انت عارف اقول لك على حاجه الاحزاب دي تطلع من شنو من الاسلام السياسي يعني هو اتبنى عليه يعني حسن الليله حميدتي ده هو ما عنده حاجه يا جماعه لا عنده شعبيه ما عنده حاجه انجاز عمله لانه حياته وتاريخه كله تدمير وقتل لازم حاجه عشان يسوق به نفسه الا يجي بالدين يعمل مصحف ويختم عليه دعم السري ويقول يا جماعه والدين خط احمر وحاجات زي ده يعني ما في حاجه عشان الناس دي خليه يفهم القصه ده يلا لما يلا الهمتي يجي يعمل حاجات زي ده وبالرعايه وبدعم من 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 من, من الدول اللي شفتها زي من الامارات والسعوديه والامارات ده انا بقول له والله يا حميدتي والله العظيم الامارات ده اول زول ببيعك يعني عنده اجنده بس توصل له انت عارف عشان يقدر يقسم البلد وانا بتمنى يا اخي انت ومسهلال ومني ده ما تكونوا سبب لتقسيم الدوله يعني ما تكونوا سبب وما تكونوا ازمه يعني انتوا الليله هنا تقولوا متفقين والميدان هناك الناس مختلفين ما ممكن يعني والمواطن اذا كان انت يميني اذا كان انت يميني المواطن انت رافضك واذا كان انت يا مسهلال المواطن رافضك واذا كان انت يا اسمه يا حميدتي مواطن رافضك اذا كان انت يا عبد الواحد الداير تيجي تعمل السلام المواطن ضد السلام اللي انت داير تعمله والحوار الداخلي داخلي انا قلت انت تعمله مامون ورينا انت يا جماعه السلام بتاعك ده داير تعمله مامون بالتحديد ورينا بنود بتاعه وتطلع لنا منشور زي ما تطلع بيانات تقول والله مشيت قابلت فلان وعملت فلان والمتحدث بتاعك نصر الدين تخليه ورينا بالضبط يا اخي انت داير تعمل شنو انينا هنا نومين وقاعدين يا هو قاعدين في الخرطوم نومين لانه يعني انا قاعد تسوي في شنو عشان انا نعرف الحاصل بالضبط يا جماعه اوكي ايوه ده لنين السؤال يا جماعه وللمواطن الليله المواطن القاعد في في في, في البلد ده انت ما تجي تفرض له القوه امر الواقي اذا كان انت الليله مني انت جيت فرضت له عشان عندك جيش اذا كان حميدتي انت جيت فرضت له عشان عندك جيش والزول اللي ما بومن يا زول عنده بايمانيات يهود دايرين تجي تقص شبه تضليل اذا كان يا اخي حميدتي ده بقول يا اخي قال انينا دايرين ما يا اخي قال انينا رجال الدين وانت قال والشيوخ قال انتوا تحلوا المشكله ده وقال ما دايرين يخشوا فوق سياسيين وانت داير تستخدم السياسه انت اذا كان نائب مجلس السياده انت في الحرم السياسي انت ذات داير تجي تلم رجال الدين ده وتقول قال وضح للناس علمانيه قال بطريقه رسميه وانينا الدين ما بنتنازل عنه يا جماعه ده تناقض انت ما ممكن انت تقول داير علمانيه وتمشي للشيوخ ممكن ده ما قدام الاعلام ده تناوي خلف الكواليس بيمشي للشيوخ ما هو كده ده ما الضربه بتاع الكيس هاي ما يلا هو في الاعلام مشى للشيوخ يلا في الاعلام مشى للشيوخ عشان كده انا رسالتي لعبد العزيز الهلو يلا شوف الدوله ده يا هو الدوله ده بالساق يا هو الاحزاب ده بنيت على اساس شنو قبلي وعلى اساس تنظيم اسلامي انت اصلا هنا ما بتقدر تعيش يا جماعه والليله اللي يقول لي عبد الواحد ذاتها الليله انت داير دوله فدراليه ومنو تلقى يا جماعه الناس زي البغشوم الزول ده بغشوا لك بكتاب مكتوب عليه الدعم السري وكده وكتاب قران بيجوا بدو هديه زول انزل من اسره بتاعك هيقى ضدك لانه يعني انت هادلو. تقول هيقى ضدك هذا لو اي ايوه شايفه يا شايفه اي يلا ده ايوه يلا ده يلا ده ليه ده عاملينه ليه يا جماعه يلا الزول ده على العمل الحاجه ده ليه ده عاملينه عشان يستقطب الزول اللي انت عارف ما فاهم الدين بطريقه شو بطريقه فهم سلسه وما فاهم الفكره بتاع الحياه عشان كده طوالي هيضلوا لك بشنو باسلام اوكي
يعني القران ده شفته ممكن يغفر لي شنو؟ يغفر لي لحميدتي الجرائم اللي سواه. Yeah. عشان كده احنا دايرين اول حاجه نبعد المشاكل دي كلها. Yeah. ونجي بفهم جديد. نعم. Yeah. والفهم ده اول حاجه انا داير ان اقول للناس هيقوموا شنو؟ اول حاجه التعبئه والتعليم. يا جماعه خليه يعلموا والتعليم.